يا صباح الهنا والسعادة والرزق وكل حاجة حلوة في الدنيا يا رب على حضراتكم جميعا، وعشر صبح في الأهلي وبداية الأسبوع. والنهاردة يوم يعني مختلف بقى، كريم الحمد لله انضم لينا بعد يعني أجازة كده كانت سريعة لأسباب صحية. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك، ليكي وحشة كبيرة. والله وانت. والله وحضراتكم ليكم وحشة، والزملاء كلهم ليهم وحشة، يعني حقيقي بجد سعدت جدا بالعودة مرة تانية، وان شاء الله حضراتكم بقى تسعدوا معانا بحلقتنا النهارده اللي اكيد لن تخلو من كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وبالرياضه العالميه والصحافه الرياضيه الى اخره. بالمناسبه الكلام ده كله كالعاده بيكون دايما في الجزء الاول من حلقتنا، والجزء الثاني النهارده هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون مع الدكتوره حياه خطاب رئيس اللجنه البارالمبيه، اما فقرتنا الثانيه هنتكلم معاه من خلالها ونستضيف من خلالها كابتن فتحي نصير احد نجوم النادي الاهلي السابقين. صحيح، ما يعني فقرات مهمه، وخاصه الفقره الاولى كمان بنتحدث عن يعني ابطالنا والبطوله البارالمبيه وكلام كتير اكيد عايزين نعرفه، واستعداداتنا ليه كمان القادمه ان شاء الله في باريس 2024، لان كمان في بعض الحاجات او العلامات الاستفهام يا كريم اللي كان بعض الجمهور بيتساءل، واحنا ليه ما حصدناش بطولات اكتر او ميداليات اكتر، طب كان فين المشكله؟ طب يعني مش بس الملف ده، لكن في ملفات اخرى كتيره، بس هنركز برده على ده علشان زي ما بقول لحضراتكم عايزين نتكلم عن استعداداتنا بقى لباريس 2024. بس قبل اي حاجه انت الحمد لله تمام؟ الحمد لله، عشان برده نطمن الناس الحمد لله كل رب حاجه العالمين. الحمد يعني بتبقى كده اسبوع اللوز اللوز يعني اللوز اللوز. وعلى فكره بالمناسبه يعني انا مش هتدخل حضراتكم يعني الموضوع ما يهمكوش اكيد، ولكن الجزء اللي حقيقي حقيقي يعني لازم كلنا ناخد بالنا منه هي ان احنا دايما بنهمل في صحتنا وبنسيب نفسنا لغايه لما المسائل تتفاقم والاوضاع تتدهور، وبالذات بقى الناس اللي هي الكفتجيه اللي زي حالات اللي هي ايه مش بتفكر لها ولا بتدقش وما بتقفش عند كتير من الظواهر اللي المفروض تقفي عندها عشان تبتدي تاخدي بالك وتدركي ان لا في حاجه غلط، وده غير بقى طريقتي اغير نمط الحياه بتاعي. بس الكلام ده عند الناس اللي عندها وعي. صح، لا دي نقطه مهمه ان الواحد يخلي باله من سن صغير على قد ما يقدر فعلا علشان التراكمات بعد كده، وكمان طبعاً وقت العلاج او فتره العلاج بالطول فما طبعاً. والوجع طبعاً. او الالم من شيء ما جداً يعني جداً. برضو بيبقى اصعب كتير. صحيح، دي نقطة مهمة. خلينا بقى نبدأ مع حضراتكم خبر حلو، معلش لازم برضو كنا ننوه عنه. هو كان في استفتاء كده للجماهير على صفحة اسمها تايم ميديا وعليها يعني متابعين كتير جدا جدا جدا، الحمد لله تم اختيار برنامج 10 الصبح في الأهلي أفضل برنامج رياضي صباحي. وكمان مش كده بس ده، أو مش ده بس الخبر الحلو، الخبر الحلو أيضا إن أفضل فقرة تحليلية كمان كانت فقرة كريم سعيد زملائنا وأحمد ثابت على برنامج البيت الكبير برضو في قناة الأهلي، وتم أيضا اختيار زميلنا شريف شعبان افضل مراسل رياضي. فاحنا ليه فرحانين؟ فرحانين ان كل الجوائز دي يعني او زي ما بنقول كده يعني الاستفتاءات دي كانت من صالح قناة الأهلي، فده شيء أكيد يسعدنا، وده عهدنا للجمهور زي ما احنا بنقول احنا دايما بنبقى بنسعى عشان نقدم لحضراتكم كل هو يعني مميز وبيليق بالجماهير العظيمة في كل مكان. فكان لازم يعني نقول مبروك لنفسنا حقنا برضو يعني طبعا. ده بالنسبة للخبر الحلو. طبعا احنا معانا خبر آخر للأسف الشديد يا كريم. طبعا. يعني ده الجزء بقى الحزين او ده الخبر الحزين. طبعا اكيد كلنا بنتقدم بخالص التعازي للكابتن الكبير هاني رمزي نجم النادي الاهلي السابق في وفاه والدته. بطبيعه الحال نعى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وكل الساده اعضاء مجلس الاداره وقطاعات النادي الرياضيه المختلفه ببالغ الحزن والاسى والده الكابتن هاني رمزي، داعين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم الاسره الكريمه الصبر والسلوان. طبعا خالص تعزينا للكابتن هاني رمزي نجمنا الكبير. الله يرحمها يا رب. وكابتن هاني من الشخصيات بجد المحبوبه جدا. انا ما كنتش عارفه على فكره على ميعاد العزاء للاسف، انا دلوقتي اكتشفت ان كان في عزاء بالفعل. يعني انا بعتذر اكيد، وانا ما اعرفش كان المفروض احنا نروح، انا فعلا ما اعرفش كان ميعاد العزاء. يعني تعازينا لحضرتك كابتن هاني رمزي، ربنا يا رب يرحمها ويصبركم اكيد. نروح بقى بحضراتكم دلوقتي لاخبار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي اللي اكيد بيستهل بقى مشوار رحله الدفاع عن لقب دوري الابطال دوري ابطال افريقيا بمواجهه هنا الحرس الوطني بطل النايجر، يعني ضمن منافسات اكيد دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. خلينا نتكلم عن الحرس الوطني شويه، وتغلب على منافسه البروندي ده كان بنتيجه 2-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعوده للدور التمهيدي بالبطوله، ومن المقرر كمان ان تقام
مباراه الذهاب في النيجر هيبقى احد يومي لسه يعني مش متحدد 15 او 16 اكتوبر المقبل، فيما ستقام بقى مباراه العوده بين الاهلي وبطل النيجر بالقاهره برضو يوم احد يومي 22 او 23 من الشهر برضو ذاته. وزي ما احنا عارفين اكيد الاهلي بيسعى للفوز بدوري ابطال افريقيا، ده بنتكلم هنا للمره الثالثه على التوالي ورقم 11 في التاريخ او في تاريخ الاهلي بعد الفوز بيها زي ما احنا كلنا اكيد تابعنا اخر نسختين على حساب الزمالك وكايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا، يعني ده وفقا للترتيب. فكل التوفيق ان شاء الله للفريق ان شاء الله. ال 11 يا اهلي، لا ولسه فاكره في وقت من الاوقات كنا بنتكلم في ان التاسعه يا اهلي شويه كده ال 10 يا اهلي، بس شفت انت في سنه طبعا. عملنا ايه اقل كمان من سنه. عموما عايزين برضو نروح مع حضراتكم لخبر مهم جدا عن النادي الاهلي. طبعا اداره النادي ارسلت خطاب لاتحاد الكوره بتطلب فيه تحديد موقف كل اللعيبه الجداد فيما يتعلق بمسألة مشاركتهم في كأس السوبر المصري في ضوء البطاقات الحمراء والصفراء اللي ممكن يكونوا حصلوا عليها أو أي حد منهم يكون حصل عليها أثناء تواجده مع فريقه السابق. طلب النادي الأهلي من اتحاد الكرة سرعة الرد وتحديد الموقف كاملا من الناحيتين القانونية واللائحية لكل هؤلاء اللاعبين. وكان الأهلي كمان تعاقد طبعا زي ما حضراتكم عارفين مع كل من حسام حسن ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد، طبعا مع الاخذ في الاعتبار عوده احمد عبد القادر وعمار حمدي بعد ما انتهت فتره الاعاره الخاصه بيه. نستكمل برضو مع حضراتكم ونروح لمعسكر الاهلي في اسكندريه طبعا استعدادا لمباراه السوبر المصري امام طلائع الجيش، ده هيكون مساء يوم الثلاث اللي جاي على ملعب برج العرب اسكندريه. بنتكلم عن مباراه مهمه، اكيد مباراه مهمه جدا على لقب هنا بطوله السوبر المصري، والفريق كان خاض مباراه وديه زي ما احنا تابعنا الخميس اللي فات امام المقاولون العرب، كان على ملعب التتش بالجزيره وانتهت بفوز الاهلي بهدف وقتها نظيف سجله حسين الشحات، حرس كمان الجهاز الفني للاهلي على الاطمئنان على جاهزية اللعيبة خلال مباراة المقاولون، ودي تاني تعتبر المباريات الودية للفريق ده عقب خوض مباراة بتروجيت اللي أقيمت برضو الاثنين اللي فات وانتهت بالتعادل السلبي. طيب نتكلم بقى مع حضراتكم عن تفصيلة دايما بنتكلم عنها سواء بشكل مباشر أو من خلال أخبار مختلفة متعلقة باللجان المختلفة في النادي الأهلي، ودايما بنأكد على أن اللجان دي الحقيقة عاملة شغل أكتر من ممتاز ومهتمة بكل مناحي الحياة. يعني مفيش أسبوع بيعدي غير لما يكون لجنة ما من لجان النادي الأهلي منظمة احتفالية أو منظمة فاعلية سواء كانت ثقافية رياضية فنية أدبية ترفيهية إلى آخره. مؤخرا نظم النادي الاهلي الصالون الثقافي بقاعه فكري اباظه في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وطبعا شهد مناقشه روايه ربع جرام للروائي عصام يوسف. وقيمت هذه الندوه تحت اشراف اللجنه العليا للجان وطبعا بالتنسيق مع الاداره التنفيذيه بالنادي وسط اقبال كثيف من الحضور على يعني تواجدهم، كانوا كلهم حريصين على التواجد في هذه الاحتفاليه. عفوا، وشهد الصالون الثقافي حضور كل من الاستاذ خالد جلال رئيس اللجنه الثقافيه والكاتب فتحي محمود اللي ادار النقاش حول مضمون هذه الروايه اللي بتناقش مشكله ادمان المخدرات طبعا باعتبارها ظاهره حياتيه من اهم المشكلات اللي بتعاني منها كافه المجتمعات الانسانيه، وكان في محاوله لايجاد طريق للخلاص، طريق للحل وللانتهاء من هذا الملف بالكامل. هنشوف مع حضراتكم تفاصيل اكثر ونتعرف عليه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. اتفضل. انا ابن نادي الاهلي وعندي اصدقاء كثيره جدا في النادي الاهلي، وعمري ما جت الفرصه ان انا اعمل ندوه في النادي الاهلي، فلقينا ان الحمد لله لما كتاب كسب، لما روايه ربع جرام كسبت جائزه الملك عبد الله الثاني للابداع، لقيت ان احلى حاجه الاحتفاليه تبقى في النادي الاهلي، فانا بحتفل النهارده بفوز الجائزه، بفوز ربع جرام بجائزه. طبعا موضوع ربع جرام موضوع مهم لان موضوع المخدرات بيمس كل اسره، فالاسئله كانت في صميم الموضوع، الناس عايزه تطمن على اولادها، الناس عايزه تعرف تتعامل ازاي مع اولادها في الوقت طبعا الانترنت ونتفليكس ويوتيوب اتفتحت على مصراعيه كده قدامنا، فبقت مسؤوليه وبقت صعبه وبقت خطر جدا على اولادنا، فالاسئله كانت من هذا المنطلق مهمه، ان احنا ازاي نتعامل مع اولادنا، ازاي نحمي اولادنا، ازاي نقرب منهم، ازاي نسمعهم ونفهمهم، لان الجيل ده غير جيل زمان. اول تكليف من كابتن محمود الخطيب لما انا مسكت اللجنه الثقافيه كان عوده صالون النادي الاهلي الثقافي،
وقال ان هو بيعتبر ان دي اهم حاجه، ان يبقى في موضوعات بيتم مناقشتها مع اعضاء النادي، لا اعمال فنيه وادبيه وفي كل المجالات راقيه، بحيث ان ده يعني يسمو بالفن والاخلاقيات بتاعه اعضاء النادي اللي هم محبين للفنون وللاداب. وده كان اول توجيه، وفعلا اهتمنا جدا بيه، واتقابلنا مع الاستاذ فتحي محمود وهو كاتب مهم جدا في جريده الاهرام وعضو النادي الاهلي قديم جدا، علشان نعيد تدشين فكره صالون النادي الاهلي الثقافي اللي كان موجود زمان وتوقف من سنوات طويله. وفكرنا ان احنا نعمل اول صالون مع الاعلامي الكبير والروائي الاستاذ عصام يوسف، لانه كمان الروايه بتاعته ربع جرام دي هي يعني بيع منها حتى الان 2 مليون نسخه، واثرت تاثير كبير جدا في الشباب، وهي بتناقش قضيه خطيره جدا وهي قضيه المخدرات بين الشباب. وزي ما حضرتك شفتي التفاعل ما بين اعضاء النادي وما بينه، والاسئله اللي كانت موجوده كلها هي اسئله حيه جدا وحقيقيه جدا، وهي يعني هو زي ما تفضل وقال ان هو كتبها من قصه واقعيه هو شافها، وده اللي مخليها تاثيرها كبير جدا كده. الصالون الثقافي ده كنا محتاجين من زمان ان هو يكون موجود ويرجع تاني لينا. في فتره كبيره في النادي الاهلي ما كانش فيها صالون ثقافي، والاعضاء محتاجين للحاجات دي في الفتره دي. يمكن استاذ خالد جلال يشكر طبعا، اجتهد وما جابش اي حد، جاب راجل عظيم وكتاب عبقري، كان لازم يبقى موجود في اول ندوه ثقافيه في الصالون الثقافي. كمان ان الاستاذ خالد جلال عامل شغل في اللجنه الثقافيه عالي جدا، مش بس الصالون الثقافي الحقيقه، لا في شويه ايفنتات جايه كمان على المراحل اللي جايه هتبقى هايله. اعضاء النادي الاهلي بيتبسطوا من الحاجات دي وبيستفادوا، وبتضيف اهم حاجه ان احنا نكون بنضيف ولو جزء بسيط لاعضاء النادي الاهلي. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم، اخبارنا اكيد لسه ما خلصتش. يا اهلا بكل حضراتكم معوده من جديد لعشر صحف الاهلي، رجعنا لكم عشان نكمل معاكم سلسله اخبارنا وموضوعاتنا المختلفه. ودلوقتي تعالوا نروح عشان نتابع مع بعض اخر المستجدات في النادي الاهلي بفروعه المختلفه وفرقه المختلفه وانشطته المختلفه مع زميلتنا العزيزه سارة حامد المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سارة صباح الفل عليكي، وان شاء الله اسبوع سعيد عليكي، وسامعينك اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني طبعا في بدايه قبل ما اتكلم معاكم في اي حاجه اقول لكريم يعني الحمد لله على السلامه، نورت تاني طبعا برنامج 10 الصبح في الاهلي. ويمكن طبعا زي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان طبعا اطلعكم على كافه الامور والاخبار طبعا المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. وخليني في البدايه يعني اتكلم معاكم عن يعني قطاع الناشئين الخاص بالنادي الأهلي. يمكن في الفترة الماضية يعني اجتمع كابتن الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين والمدير الفني التشيكي مايكل بروكيش، يعني اجتمع معهم يعني في الايام الماضيه يعني في جلسه في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان طبعا يطمئن على كافه الامور والاستعدادات لجميع الفرق يعني داخل قطاع الناشئين للفتره القادمه. ويمكن يعني من خلال الجلسه قال كابتن خالد دبيبو ان كابتن الخطيب يعني استمع لشرح مفصل عن استراتيجيه العمل اللي يعني بيتم بيها في الفتره الحاليه داخل جميع الفرق. ويعني كمان اكد كابتن يعني خالد بيبو ان كابتن خطيب يعني كان بيطمئن بشكل كبير على يعني فتره الاعداد اللي موجود فيها حاليا جميع الفرق وازاي بيستعدوا بشكل قوي للموسم الجديد. وكمان كابتن يعني الخطيب اكد لكابتن خالد بيبو وللمدير الفني التشيكي انه يعني هو وجميع اعضاء مجلس الاداره مستعدين عشان يلبوا جميع يعني وكافه الاحتياجات لجميع الفرق عشان الفرق تستعد يعني بشكل كامل ويكونوا قادرين على ان هم ينافسوا بشكل كبير على جميع المسابقات والبطولات الفتره اللي جايه وكمان يحصلوا عليها ويحققوا نتيجه ايجابيه. ده بالنسبه لقطاع الناشئين. يعني كمان يعني بخصوص قطاع الناشئين، امبارح النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي عن انتقال يعني حارسي النادي الاهلي الشابان رمضان مصطفى واحمد طارق سليمان لنادي مصر المقصه في صفقه انتقال حر طبعا عشان يعني يكتسبوا العديد من الخبرات ويخوضوا العديد من المباريات عشان يعني مستواهم يعني يتحسن ويعودوا تاني لبيتهم النادي الاهلي ويشاركوا بشكل اساسي مع الفريق الاول. اكيد بنتمنى لهم التوفيق ولجميع اللاعبين اللي خرجوا يعني من النادي الاهلي لاي نادي عشان يعني يشاركوا بشكل اساسي ويعودوا مره اخرى لبيتهم النادي الاهلي مع اكتساب العديد من الخبرات.
ده بالنسبه لقطاع الناشئين. خليني بقى اروح لاخبار جميع الفرق الرياضيه، وهبتدي بالفريق الاول لكره اليد رجال تحت قياده طبعا كابتن طارق محروس. وبعد يعني المباراه الماضيه يمكن النهارده ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي هيواصلوا تدريباتهم بشكل طبيعي داخل النادي الاهلي الساعه 4 على صاله الامير عبد الله الفيصل، وطبعا عشان يستعدوا بشكل قوي للقاء يعني نادي الزمالك يوم الخميس القادم. يمكن قرر يعني يا كريم اقول لك ان كابتن طارق محروس ان الفريق يدخل في معسكر مغلق يوم الاربعاء بعد انتهاء يعني التمرين، اللي جميع اللاعبين والجهاز الفني يدخلوا في معسكر مغلق عشان طبعا يعني اللاعبين يكونوا دخلوا في اجواء المباراه ويكونوا في حاله تركيز اكبر عشان طبعا يحققوا نتيجه ايجابيه في مباراه الزمالك ويحققوا الفوز على نادي الزمالك. كمان يعني بالنسبه للمصابين اللي يعني هيغيبوا بشكل كبير عن يعني لقاء الزمالك يوم الخميس القادم، عمر خالد كاستيلو ومحسن رمضان يعني ما زالوا حاليا في فتره العلاج. يعني يمكن محسن رمضان طبعا الاصابه اللي تعرض لها في مباراه وداد سمار المباراه النهائيه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه بكسر مضاعف في كوع اليد، وكمان يعني نفس المباراه دي تعرض فيها عمر خالد كاستيلو اصابه في العضله الضمه، فحاليا هم ما زالوا يعني في فتره العلاج وهيغيبوا عن يعني لقاء الزمالك يوم الخميس القادم. يمكن طبعا لقاء الخميس يعني خليني اقول لك يا كريم ان هو هيكون يوم الخميس في مدينه اسماعيليه الساعه 4 يعني على صاله نادي اسماعيليه. ده بالنسبة لكرة اليد. خليني بقى أنتقل وأروح لأخبار الفريق الأول لكرة السلة تحت قيادة طبعا مستر أجوستي، والنهاردة إن شاء الله يعني عندهم تمرين الساعة 2 بعد راحة سلبية لمدة يوم، يعني راحة سلبية كانت امبارح، النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين عشان يستعدوا يعني طبعا بشكل قوي للفترة المقبلة. ويخليني طبعا أقول لكم إنه كمان الاتحاد العربي لكرة السلة امبارح يعني قال انه جميع الاندية اللي هتشارك ان شاء الله في البطولة العربية اللي هتقام يوم 29 من الشهر اللي جاري حتى يوم 9 اكتوبر انه لازم جميع الاندية خلاص يعني تبعت يعني قوائم او قائمة الفريق اللي هيكون فيها يعني جميع اللاعبين ان شاء الله هيشاركوا في البطولة العربية، فاخر ميعاد هيكون يوم 27 قبل البطولة بيومين عشان يقدروا خلاص يعني يشاركوا بشكل رسمي في البطولة يوم 29 من الشهر الجاري. كمان استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه خليني اقول لكم ان يعني الفريق الاول لكره اليد بنات تحت قياده طبعا الكابتن يحيى يوسف كان عندهم يعني مباراه امبارح امام نادي حلوان الرياضي واكتسحوا يعني نادي حلوان بنتيجه 48-4، والنهارده ان شاء الله هيكون عندهم راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا بكره عشان يستعدوا لمباراه هليوبلس يوم الثلاث المقبل واللي هتكون هنا داخل مقر النادي الاهلي على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 6. طبعا ده هتكون ضمن المنافسات يعني بطوله منطقه القاهره. يمكن ده طبعا يعني هواندو يا كريم كانت كل الاخبار والامور المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي وطبعا يعني قطاع الناشئين واستعداداتهم للموسم الجديد. والان العوده مره اخرى للاستوديو ليك طبعا يا كريم، تفضل. في الاخبار يا حبيبتي كل الشكر لزميلتنا العزيزه سارة حامد على هذه التغطيه، وطبعا لسه مستمرين معاكم ونخش بقى معاكم على الصحافه الرياضيه. طيب خلينا ننتقل للصحافه، انا عماله اجهز من دلوقتي للصحافه لان في في كلام كتير جدا تحديدا كمان عن محمد صلاح امبارح، بس خلينا قلب الدنيا والصحف الانجليزيه. انا لسه لو سمعتني انا كنت بتكلم في الموضوع ده لان الصحف الانجليزيه امبارح لا حديث لها سوى عن محمد صلاح وفكره صناعته للهدفين امبارح والتفوق بتاع ليفربول. يعني امبارح كان في رسائل كتيره جدا، بس خلينا نروح لمقر جريده اليوم السابع مراسلتنا نورهان تمام ونتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. نورهان بنصبح عليكي، صباح الخير، تفضل. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير يا كريم، وحمد لله على سلامتك يا كريم ووحشتنا. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، وأول خبر معانا من موقع اليوم السابع: الأندية تجتمع اليوم باتحاد الكرة لانتخاب رابطة المحترفين. تعقد اليوم أندية الدوري الممتاز بمقر اتحاد الكرة المصري يعني اجتماع لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، وده طبعا استعدادا للموسم الكروي الجديد. وكان اتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاب رسمي لكافة الأندية لإرسال أسماء ممثليهم بحد أقصى يوم 14 سبتمبر الجاري. ومن موقع الشروق: مستشار رئيس الجمهورية عن عودة الجماهير، هناك شروط ولن نتخذ قرارات عشوائية.
كشف محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية عن نية مسؤولي الدولة المصرية بعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات. وقال محمد عوض في تصريحات يعني تلفزيونية نقلتها أو نقلتها جريدة الشروق: نفكر جيدا في العودة للجماهير المدرجات، نفكر جديا في العودة للجماهير مرة أخرى للمدرجات، ولكن هناك شروط وضوابط لابد التماشي عليها، خاصة في ظل تزايد أعداد يعني أو تفشي فيروس كورونا. ومن جريدة الشرق الأوسط: بطولة فرنسا سان جيرمان في مهمة صعبة أمام ليون بعد صدمة دوري الأبطال. النهاردة الساعة 9:15 باريس سان جيرمان هيستضيف نظيره ليون في مباراة هي الأهم داخل أو يعني الأهم في يعني منافسات بطولة الدوري الفرنسي، وتحديدا في الجولة 6 من البطولة على ملعب حديقة الأمراء. وده طبعا بعد ما يمكن تعادل مفاجئ لباريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي في بطولة دوري الأبطال. ومن موقع روسيا اليوم: ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية الفردية. لازال البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ بيواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد ما سجل 13 هدف متتالي على ملاعب خصومه بعد ما كان متساوي مع النجم طبعا مولر ب 12 هدف فقط. أما بقى يا نهواند، والخبر اللي يمكن طبعا أنت كلمتي عليه في بداية الفقرة ومن موقع الجمهورية أونلاين: كين بالمقدمة وصلاح وصيفا وكيفن الثالث أغلى 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي. طبعا محمد صلاح بيقدم مستويات فنية كبيرة جدا وعالية جدا داخل الدوري الإنجليزي، وزي ما قلتي الصحف الإنجليزية والصحف العالمية كلها اتكلمت عن محمد صلاح. يمكن كمان قدوم كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد كان في بعض الصحف قالت إن المنافسة هتكون أقوى ما بين الثنائي، ولكن محمد صلاح بيفرض اسمه وبيفرض يعني طبعا أداؤه القوي مع فريقه ليفربول، ويأتي وصيفا حسب ما ذكرت جمهورية أونلاين أو نقلا عن موقع ترانسفير ماركت الآن، أنه هاري كين قائد فريق توتنهام ونجم منتخب إنجلترا هو الأعلى راتب داخل الدوري الإنجليزي بسعر 120 مليون يورو، وصلاح في الوصافة ب 100 مليون يورو بالمشاركة مع عدد آخر من اللاعبين. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. يعني احنا عمالين نسمع ملايين اليوروهات كريم، لو 120 لو شفت يا نورهان يعني ملامح واحنا بنتكلم. نشكرك جدا على هذه التفاصيل، الارقام جارحه. ولكن بالنسبه لابو صلاح ربنا يزيد ويبارك، احنا مبسوطين وعايزين له يعني المزيد والمزيد من التالق، لانه الحقيقه يعني مفرحنا ومشرفنا ومصيطنا في الدوري الانجليزي. نشكر زملائنا الاعزاء، وخلينا بقى نروح، انت معاك تفاصيل اكتر كمان عن خبر محمد صلاح امبارح. طبعا يعني زي ما كنت انت بتقولي من شويه نهاوند، ان هو كان حديث العالم كله مش بس المهتمين بالشان الانجليزي او بالدوري الانجليزي، لا الحقيقه كان يعني نجاحاته المتكرره دايما بتقف عندها كل يعني الصحف والمواقع الرياضيه العالميه. كعادته نجمنا محمد صلاح كان متالق امبارح، نادي ليفربول كان حريص على الاشاده بالنجم المصري العالمي محمد صلاح بعد ما تالق في مباراته الاخيره امام ضيفه كريستال بالاس بنتيجه 3-0. الكلام ده كان ضمن الجوله الخامسه من الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم، ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع تويتر صور للفرعون محمد صلاح معلقا عليها: لكل اناس ملك يعرفونه، وملكنا في كل وقت هو صلاح، محمد صلاح. طبعا محمد صلاح كان ساهم في فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجه 3-0 ب يعني اسيست رائع عمله لساديو ماني، وبعد كده سجل هو نفسه الهدف الثاني ليرتفع رصيده الى 4 أهداف في الموسم الحالي، ويحتفل بهدفه رقم 99 بقميص الريدز من خلال 150 مباراه في الدوري الانجليزي الممتاز، ليرتفع رصيده الى 101 هدف في هذه البطوله، حيث سجل هدفين بقميص تشيلسي في يعني اوقات سابقه، فما شاء الله عليه. انا بتفق معاك جدا. وقبل ما ننتقل يعني لبرضه خبر تاني، خلينا نتكلم شويه، لان يعني كان في بعض الرسائل في ماتشات امبارح، والصحف الانجليزيه تحديدا هنتكلم عنها يا كريم، البعض كان مع جدا فكره ان محمد صلاح تالق، والبعض الاخر كان بيشوف ان كان في نوع من التمثيل يعني الاداء التمثيلي لمحمد صلاح داخل الملعب. فانا عشان كده عايزه شويه اتكلم معاك في الموضوع ده. غريبه خلينا نبدا من انا عشان ما شفتش الماتش فمش عارف يعني
يعني هو في مثلا التليجراف بتتكلم محمد صلاح متهم بالتمثيل مشيرة إلى نجم ليفربول بيواجه خطر الإيقاف لمدة 3 مباريات حال ثبوت ادعاء السقوط داخل منطقة الجزاء. هم بيتكلموا لو كان بيدعي يعني السقوط. وعلى الصعيد الثاني لا، في صحف أشادت جدا بأداء محمد صلاح زي ما أنت كنت بتتكلم وأنت يعني، زي مثلا صحيفة الديلي ميل كانت بتتكلم أن محمد صلاح تسبب في احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، وتسبب أيضا في طرد فان بيساكا ليساهم في فوز فريقه هنا بقى بهدفين دون مقابل. صحيفة الديلي إكسبرس عنوانت برضو تعليق على نتيجة المباراة، كانت بتتكلم ليفربول بيواصل انطلاقاته المثالية في الدوري الإنجليزي وبيهزم كريستال بالاس، وأشادت جدا برضو بالنجم محمد صلاح يعني اللي لعب دور محوري في فوز ليفربول بالامس. بس ما لهمش حق جوز الاول انه كان ما لهمش، مش ابو صلاح اللي اتهم بالتمثيل. يعني ابو صلاح بكل الانجازات اللي هو عملها دي كان بيدعي قبل كده كان بيمثل. انا بتفق اكيد لا معاك، لكن اللي احنا شفناه امبارح ان كان في اداء رائع جدا من ليفربول. ليفربول زي ما بيتقال كده بيوجه رساله شديده اللهجه لاي منافس ليه، لا خلاص يعني الدوري الانجليزي ده بتاعي كده واضحه من البدايه. خلينا بقى نروح وننتقل بحضراتكم من يعني محمد صلاح لرونالدو، لان كان في حاجه برده امبارح لذيذه جدا. شاب يعني فنان رسم لوحه كريمه لرونالدو، استخدم اللي هي عارف المكعبات الروبيكس اللي هي المكعبات الصغيره دي للنجم كريستيانو رونالدو زي ما حضراتكم دلوقتي هتشوفوها. وهو كان طبعا يعني عائد بعد 12 سنه زي ما احنا عارفين، والحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد كان تحدث عن تفاصيل الرسمه اللي الفنان عملها، وان هو بيحول بمهاره عاليه يعني زي بتقال مجموعه من المكعبات للوحه فنيه جميله جدا، وزي ما حضراتكم شايفين اكيد يعني هي حلوه قوي بصراحه. في بقى حاجه كمان عايزين نتكلم فيها، وفكره هنا برضو الماتش اللي هيكون يعني مانشستر يونايتد وويست هام، واعتقد هيبقى ماتش برضو في غايه الاهميه بنتكلم، لان اخر تقريبا يعني مباراه كانت ما بينهم كان بيتكلم ان فاز كان تقريبا عام 2000 كان فازوا ب7-1، فبرضه سكور عالي قوي. يعني سكور عالي ده من اعلى يعني النسب اللي كانوا بس. فهنتكلم ان شاء الله هيكون ماتش حلو، محبي بقى كره القدم وكريستيانو اكيد هيستمتع. هو كده كده كمان الدوري الانجليزي هيحلو اكتر بكتير. هو احلى الدوريات حاليا بنتكلم واقواهم طبعا مفيش شك. طيب ده كان او كانت الفقره الاولى مع حضراتكم. طبعا زي ما كريم قال كده ونوى في بدايه الحلقه كان معانا اخبار محليه واخبار عالميه عن الرياضات يعني كافه. هنروح فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل واولى فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. رغم أن إنجازهم في طوكيو كان أقل حصاداً للميداليات عن ريو دي جانيرو، إلا أنهم استطاعوا تحطيم العديد من القيود والتحديات بعد تعرض بعضهم لإصابات وتوقف معسكراتهم بسبب فيروس كورونا. هم أبطال بعثة مصر البارالمبية الذين حققوا 7 ميداليات بواقع 5 فضيات وبرونزيتين في طوكيو 2021. الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية أكدت على أن أفراد البعثة المشاركة في طوكيو لاقوا كافة أنواع الدعم والمساندة من القيادة السياسية، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها وخلق دوافع جديدة لحصد البطولات والميداليات في المحافل الإقليمية والدولية. البعثة المصرية البارالمبية شاركت في دورة الألعاب بعدد 49 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة، وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات. وحصلت البعثة المصرية بطوكيو على 7 ميداليات لكل من فاطمة عمر، شريف عثمان، محمود صبري، رحاب رضوان، محمد صبحي، هاني عبد الهادي في رفع الأثقال، فضلا عن محمد الزيات في البارا تايكوندو. وعلى الفور بدأت اللجنة البارالمبية وجميع الأبطال في الاستعداد ووضع خطة التأهل لباريس 2024 وحصد المزيد من الميداليات ورفع اسم وعلم مصر عاليا.
مرحبا بحضراتكم. بنتكلم في ريو، يعني ريو دي جانيرو 2016، بعثت مصر بارالمبية حققت 12 ميدالية. كنا متوقعين بصراحة، عشان الكلام يعني يبقى حقيقي، ان حصيلة طوكيو 20 بقى 21 هتزيد شوية عن يعني ريو دي جانيرو، والميداليات هتبقى ازيد بكتير، لكن النتائج جت الى حد كبير عكس يعني المتوقع. كان هناك اسباب، اكيد كان هناك اسباب عايزين نعرفها. طيب ايه تاني برضو استعداداتنا هنا نقدر نقول لبارالمبيات بقى باريس 2024، عشان احنا عايزين كمان ميداليات اكتر من ريو دي جانيرو. ربنا يوفق ان شاء الله اكيد البعثه المصريه، لكن في كلام كتير حابين ان احنا نعرفه من دكتور حياة خطاب رئيس اللجنه البارالمبيه. الحمد لله على السلامه وصباح الفل في البدايه. صباح النور والهنا عليكم. منورانا يا فندم. منور. احنا دايما في كل دورات سواء اولمبيه او بارالمبيه، يعني على الاقل ده اللي كان حاصل طول الفتره اللي فاتت، عاده البعثة البارالمبية بترجع لنا محملة بعدد من الميداليات أكبر بكثير من أبطالنا الأولمبيين. صح. وزي ما كانت نهاوند بتقول لحضرتك من شوية، إن فعلا في ريو 2016 كان عندنا 12 ميدالية بارالمبية منهم 3 ذهب. أيوه. المرة دي إيه اللي حصل بقى؟ ففي تراجع ومفيش ميدالية واحدة ذهب. ذهب. إيه اللي حصل؟ أقول لحضرتك. طبعا أنت عارف الظروف اللي مرت ما بين لما رجعنا من ريو، جائحة الكورونا طبعا. جاءت الكورونا عطلت، يعني احنا اللعب عندي عشان يوصل للدورة البارالمبية بيمر بمراحل، في مراحل داخلية وفي مراحل خارجية. الداخلي احنا بعد ما بنرجع، يعني مثلا رجعنا من دورة ريو ابتدينا نعدهم لدورة طوكيو، المفروض ما بين الدورتين 4 سنين، المرة دي عملت 5 سنين. عندنا اولا لما كنا في ريو في عندنا بعض اللعيبه للاسف الشديد اصيبوا. عندنا محمد الديب ده لاعب ذهبي، يعني دايما على ريو ولا على طوكيو؟ بعد ريو. بعد ريو. رجعنا من ريو. تمام. ابتدينا نعمل المحطات بتاعتنا. حلو. عندنا المحطات الداخليه والمحطات الخارجيه. تمام. المحطات الداخليه هي اللي هي المعسكرات طبعا الداخليه. الخارجيه اللي هي الاحتكاكات الدوليه مع البطولات القاريه والبطولات العالمية وكأس العالم، اللي هم بيعدوهم عشان يوصل اللاعب ياخد المركز اللي هو يخش بيه بقى الدورة البارالمبية. بالنسبة للمعسكرات الداخلية احنا مشينا كويس لغاية ما جت جائحة كورونا، طبعا المعسكرات وقفت. ابتدينا المعسكرات، بعض اللعيبة كانت لهم كورونا طبعا اصيبوا، وانت عارفة طبعا العلاج بياخد وقت لما بيطلع من بعد العلاج ما بيبقاش زي الاول، بس احنا عملنا كل اللي علينا وقدرنا ان احنا نديهم العلاج الطبي المسموح به. جينا بقى للبطولات الخارجيه والاحتجاجات الخارجيه، طبعا ما قدرناش ان احنا نعمل بطولات خارجيه، نعمل احتكاكات خارجيه. الحمد لله قدرنا ان احنا ناهل اللعيبه بتوعنا في البطولات الخارجيه قبل ما جائحه الكورونا ده تشتد قوي والسفر يتمنح. احنا كان عندنا فريق سباحه سافر ايطاليا، وصل الساعة 12 بالليل، ركب الطيارة ورجع 12 الظهر تاني يوم. عشان ايه بقى؟ كانت جائحة الكورونا انتشرت وقالوا لنا لو مش هيرجعوا ممكن ما نعرفش نرجعهم. يعني رجعوا بعد 12 ساعة. 12 ساعة يا روب ناموا، وهم نايمين احنا كلمونا قالوا لنا ان السلطات قالت لهم لازم ترجعوا. ده كل ده طبعا بيأثر طبعا في التمارين بتاعت الأبطال. نيجي بقى للابطال ذات نفسهم. يعني احنا اول مشكله عندنا كورونا، جائحه كورونا. تمام. ايه بقى تاني؟ تاني مشكله انه الاحتكاكات الدوليه، الدول اللي دخلت في المنافسه معانا في طوكيو كان مسموح لهم بالتحرك داخل، يعني كل اللي في قاره اوروبا ما كانش ممنوع التحرك داخليا، فكانوا بيعملوا معسكرات، بيعملوا احتكاكات، بيعملوا بطولات احتكاكات. احنا ما قدرناش نسافر، احنا البطوله الوحيده اللي كنا المفروض نسافرها كانت كازاخستان. سافروا اللعيبه بس طبعا كنا قلقانين عشان كانت جائحه الكورونا بردك ما زالت موجوده. نيجي بقى لحاجه مهمه، انت حضرتك قلت جبنا 3 ذهب لما كنا في ريو. واحده من الذهب كانت بتاعت لاعب اسمه محمد الديب. محمد الديب ده لاعب رافع اثقال معروف عالميا، للاسف الشديد بعد ما رجعنا من ريو بحوالي سنه عمل حادثه بشعه اثرت على العمود الفقري بتاعه، طبعا اعتزل لانه ايديه ما قدرش يشتغل. الثانيه كانت لشريف عثمان. احنا شريف عثمان قبل بطوله طوكيو بحوالي 45 يوم اصيب في الوتر بتاعه،
وكان إصابة جامدة لدرجة إن إحنا كنا خايفين إنهم ما نقدرش يشترك معانا في طوكيو. يعني لو حد عمل لنا عمل والله يعني أنا بقول لحضرتك كانت ظروف، عشان كده الناس اللي بره مش قادرة تفهم الظروف الداخلية. بس معلش أسباب الإصابات دي يعني ده حادث أول يعني لاعب حادث، لكن هل ده نتيجة طبعاً خطأ في التدريب لا ولا لا؟ لا لا لا، هو بيبقى أوقات يمكن مثلا إيه كان مجهد فحمل زيادة عن اللزوم. طب ما هو مش لازم يكون في أخصائيين معاهم؟ في معاهم مدربين ومعاهم طيب أخصائيين. بصي أوقات أقول لك أوقات اللاعب بيتحمل على نفسه، يعني إيه ما بيصرحش يعني أنا مثلا أقول لك إحنا في ريو كان معنا اللاعب متولي مطحنة ده لاعب ذهبي وشال العالم اسم كبير طبعا. وكان هو من الشهر. لما وصلنا في ريو وأثناء هما بيدربوا قبليه أثناء التدريب الدكتور اللي معنا اكتشف إن هو مصاب. قال لنا هو على فكرة كان معانا الأسبوع اللي فات. قال لنا ما دخلش ما اشتركش يعني ما ده ذهب وراحت مننا. لا بس معلش بقى دكتور حياة خليني أسأل سؤال. اتفضل. يعني ما هو كده طالما متكررة يبقى في خطأ وقت التدريب، ما هو لازم حياة بتقولي معاهم مدربين وكله بس لما بتتكرر يبقى في حاجة. لا ما هي متكرر. هو شريف عثمان يعني يمكن حمل شوية على عليه فأصيب، لكن اتعالج وسافر معانا. احنا زي ما بقول لك كنا خايفين ان هو الاصابه ما تخليهوش شغل يسافر. هو انا عايز اقول برضك حاجه، احنا يعني اللعيبه عندنا بتوع رفع الاثقال كبار في السن شويه، فالتحميل اللي زياده عن اللزوم بيأثر في مفروض ده بروجرام يعني ماشي في بروجرام. وده بقى اللي انت كنت حضرتك بتقوليه في الاول 2024. احنا بقى 2024 خلاص بلاش نبص في لا لا نبص لا ما هو لازم الناس كلها تعرف طبعا الحقيقه احنا شفتيه. قبل ما نروح بقى لباريس 2024 خلينا برضو لسه في اطار طوكيو ورايحين معاكي باريس. ما فيش ما تقلقيش انا بس عايز اسال حضرتك على الدوره الاولمبيه في طوكيو 2021. سمعنا والبعض مننا شهد هذا الامر بنفسه ان كان في ظلم تحكيمي لبعض اللاعبين في رياضات معينه. هل نفس الكلام اتكرر بارالمبيا كمان؟ ايوه. ايه اللي حصل؟ احنا كان عندنا ظلم في التحكيم جامد جدا لدرجه ان انا كانت عندي لاعيبه اول مره قلنا ايه خلاص يمكن هم مظبوطين. كان عندي لاعيبه اسمها اماني. اماني الحقيقه الرفعه اللي رفعتها في ثلاثه حكام بيبقوا قاعدين على الفلور وفي الجوري بيبقى قاعد جوه. اللي قاعدين تحت قال لك لفته رفعه صحيحه، واللي جوه قال لك لا. طب احنا ما سمعناش قبل كده لا اولمبيا ولا بارالمبيا عن وجود هذا الكم من يعني اوجه الظلم التحكيمي. جديده شويه علينا. هي مش جديده، هو يمكن احنا المره دي تجرأنا. وانا الحقيقه عملت كومبلين جامد وزعقت وقلت يعني ان ده مش صح، وجالي رئيس الاتحاد اللجنه البرلمانيه لرفع الاثقال وقال لي وبعدين احنا بنقدم تظلم. بعض الدول بتقدم التظلم بيتقبل منها على طول، احنا اول ما بتقدم التظلم لا. اشمعنى؟ ما انا بقى قلت كده بقى اشمعنى. انا عايزاكم ترجعوا الفيديوهات وتشوفوا بتاع. يعني احنا ما تقبلش التظلم اصلا؟ احنا التظلم لا ما تقبلش. ايه ده؟ ما تقبلش التظلم ده كده تعنت بقى. ما هو انا بقى قدمت شكوى رسميه وجالي الرئيس اللي قال لي معلش هو بس للاسف طالما النتيجه اعلنت يبقى خلاص ما تقدرش تغيرها. بس انا عملت بس كان عنده تبرير ما للي حصل؟ بيقول لك والله ده ما هو انا بقى بيخش العنصر البشري. يقول لك هو الجوري شاف كده. الحكم شاف كده خلاص. لكن انا بقى هرجع تاني ان عندنا مثلا رحاب، البطله رحاب كانت بينها وبين الذهب اللي فرق في البتاع وزن اللاعبه اللي خدت الذهب، يعني هي عملت زي اللاعبه اللي جابت انما الوزن بتاعها هو اللي فرق. يعني انا عايز اقول ان احنا بصراحه يعني ضيعنا او اتظلمنا في كذا ميداليه كنا ممكن نيجي بميداليات اكتر من كده. طيب على كل حال بقى ايه خلينا نسمع برضو اللعيبه بتوعنا بنفسهم ورايهم. بس لازم نبارك في الاول يعني معانا البطله فاطمه عمر بطله حبيبتي. مصر وصاحبه الميداليه الفضيه في رفع الاثقال. يا صباح الفل عليك يا فاطمه. صباح الخير. صباح الخير وصباح السعاده على برنامجك الجميل. صباح الخير على دكتور حياه
صباح الخير على سكه، يعني ما شاء الله برنامج جميل. تسلمي يا رب، وانت جميله ونتيجه. بصي يعني الفضيه دي حاجه كبيره جدا برده، احنا سعداء ومتشرفين بكل واحد فيكم حقيقي. احنا بنتكلم عارفه بنقول كان نفسنا في اكتر، لان احنا عارفين ان انتوا تقدروا تجيبوا اكتر، دي نقطه لازم تبقوا عارفينها. خلينا نعرف منك كواليس برده البعثه هناك والمنافسات يا فاطمه، يعني انت بقى بنفسك كلاعبه هناك انقلي لنا الصوره. والله انا سامعاكي وحضرتك بتتكلمي مع دكتور حياه وبتقولي ان احنا طبعا كان المفروض ان احنا نجيب ميداليات اكتر وكده. احنا طبعا اكيد الحمد لله يعني معودين الشعب المصري كله على الانجازات بتاعتنا والميداليات الكتير اللي احنا بنجيبها، بس حقيقي المره دي احنا كان الجو مختلف جدا جدا جدا، يعني تقريبا كده كانت كل حاجه عكس التيار عندنا. يعني احنا الحمد لله اكتر من حد في الفريق جاله كورونا، يمكن انا واحده من الناس دي جالها كورونا مرتين في شهر ونص. طبعا مرتين في شهر ونص ده استحاله لاعب يقدر يلعب قبل الاولمبياد بشهرين، يجي له كورونا مرتين في شهر ونص ويقدر يتعافى منها. وحضرتك عارفه ان طبعا بتعمل ضعف في الجهاز المناعي وبتاثر حاجات كتير جدا في الجسم، فيعني ان احنا نقدر نلعب تاني ونقدر نستعيد ونعمل ميداليات فده بحد ذاته كان انجاز يعني. وطبعا مش انا لوحدي اللي جات لي كورونا، احنا حوالي اكثر من 4 أو 5 في الفريق جالهم كورونا. وفي طبعا الاصابات احنا مش هنقول ان ده خطا تدريبي، لا ده بيبقى تحميل سنين. احنا اقل حد فينا بيلعب بقاله اكثر من 20 سنه، يعني انا بقدر رفع اثقال من 27 سنه، فتقريبا انا يعني ده تحميل سنين قديمه كتير يعني. صح. كلها متراكمه فوق بعضها، فطبعا بتاثر على اللاعب يعني. حتى لو هو معاه جهاز طبي عالمي برضه لازم هيتعب هيتعب يعني. صحيح. فالحمد لله احنا بنحمد ربنا على الانجاز اللي احنا عملناه. طبعا بنشكر دكتور حياه، دكتور حياه طبعا كانت معانا لحظه بلحظه، يمكن تقريبا كانت عايشه في صاله اللعب ما بتخرجش منها يعني. وتشجيع طبعا كان تشجيع ام لينا مش رئيسه لجنه. بصي اقول لك على حاجه يا فاطمه، بنوعدكم ان شاء الله. لما يا فاطمه كنا بنكلم دكتور حياه في التليفون يعني اثناء ما انتم متواجدين هناك، وكنا بنسالها وبعد كل ميداليه مصر كانت بتحصل عليها، عايزه اقول لك كان صوتها مش صوت واحده يعني مثلا المسؤوله في مركز ما، لا هي فرحانه بيكوا كانها والله فعلا والدتكوا. احنا حسينا ده في التليفون، انا فاكره المكالمه كويس دي موجوده. فلا دي حقيقي حاجه من القلب طالعه، فانا بتفق معاكي جدا. خلينا بقى نبص في اللي جاي، واحنا بقى هناخد وعد منك ان شاء الله في يعني نتكلم بارالمبياد باريس 2024 فاطمه هتجيب لنا الذهبيه، الكلام ده تمام؟ ان شاء الله باذن الله. ده وعد على الهوا اهو. ان شاء الله بوعدك ان شاء الله ان احنا هنعمل اكتر ما في جهدنا ان احنا نحقق ميداليات افضل من كده بكتير، ونرجع ان شاء الله نبقى احنا اسياد رفع الاثقال في العالم زي ما قلنا باذن الله. وطبعا ده بدعم من وزاره الشباب دكتور اشرف صبحي وسياده الرئيس ودكتور حياه بعد ما جت ادارتها، ان شاء الله باذن الله ان احنا هنقدر ان احنا نعدي المحنه اللي احنا بنعدي بيها باذن الله. ان شاء الله يا فاطمه مره ثانيه مبروك وشرفتونا حقيقي. شكرا ليك يا حبيبتي. ربنا يخليكي. يعني احنا كده امنا ميداليه ذهب اهو في 2024. خلاص فاطمه مرت جباره كمان بظروف صعبه، يعني كانت تعبانه وتعبت والكورونا تعبتها جدا. مرتين في شهر ونص مرتين ده هي مره اصلا في السنه يعني كافيه. انا الحقيقه كنت بشفق عليها لما رجعت التمرين. بس عايزه اقول برضك حاجه مهمه عشان ما نظلمش اللعيبه، يعني انا معظم لعيبه رفع الاثقال جابوا مراكز، يعني رابع خامس سادس، انت عارفه دايما عالميا بيصنفوا في اول 8 مراكز. الرابع اللي جاب الرابع اللي يعني المركز الرابع ما بينه وما بين البرونز كيلو يعني. وعايزه اقول برضك ان الحقيقه انا يعني انا سافرت ريو وسافرت لندن، البطوله المره دي كانت شرسه شويه. يعني ايه؟ كانوا النيجيريين داخلين بقوه قوي، كازاخستان، فرنسا، يعني في دول ما كناش شايفينها استقتاله. ما كناش شايفينها في رفع، لا لقيناها داخله بقوه. وبالمناسبه على صعيد بعثتنا احنا، هل كان في يعني لعيبه معينين، انا مش بتكلم على رفع الاثقال، بتكلم بشكل عام، انا عايز اقول لك هل كان في لعيبه معينين متاكدين ان هم هيرجعوا ميداليه وما حصلش او العكس؟ انا عندي في العاب القوى انا كان عندي كنت متاكده لاعب محمد سيد انه هيجيب ميداليه، للاسف لم يوفق الميداليه. عندي بنت طالعه طلعت معايا عشان الكوتا طلبت ان يكون في واحده بنت، فطلعناها
جابت سابع. أوكي. يعني حققت مركز. حققت مركز ايه؟ ما تمرنش غير قبل البطولة كان بشهر ونص شهرين. يعني دي لو احنا استثمرنا فيها لعشرين 24 انا بقولك دي هتجيب ده. اتمنى ان يعني اولا مبدئيا كده العالم كله يعني يخلص من مسألة كورونا. وبالتالي وبالتبعية بقى عندنا مساحة وقت كافية لاعادة ترتيب الاوراق. وتأهيل كل يعني اللاعبين للفترة اللي جاية. عايز اقول حاجة مهمة يعني فضل. احنا بنتكلم فيها هتربطنا ب 2024. اتفضل. احنا المرة دي أول مرة يطلع معانا ناشئين. اوكي. يخشوا بطولة. حلو ده. برامبي. عندك فاطمة محروس دي ناشئة رافعة أثقال، الإعاقة بتاعتها جديدة شوية. أول مرة تخش بطولة كبار اللي هي دايماً كانت تخش ناشئين. جابت رابع بفرق كيلو. البنت دي صغيرة عندها 21 سنة و 22 سنة. دي احنا إن شاء الله هنستثمر فيها بحيث إن احنا نبقى ضامنين بيها ان شاء الله ميدالي. نيجي بقى للسباحه. السباحه كان متوقفه في مصر مده كبيره قوي. اول مره اشتركنا سباحه كانت في ريو 2016 وكانت معانا ايه، وايه الحمد لله حققت مركز. المره دي طلعنا باربعه، معانا بنتين وولدين ناشئين. انا ليه بركز على ناشئين؟ عشان بقول ان دوره طوكيو فادتنا ل 2024. عندي ولد اسمه يوسف ده عنده إعاقة مركبة، يعني عنده إعاقة في رجليه، عنده إعاقة في ايه، ما بيسمعش ربنا يشفيه وما بيتكلمش. بطل سباحة ما شاء الله، حقق لي مركز حلو. عندي بنت اسمها ملك عبد الشافي 18 سنة عملت رقم أفريقي ما شاء الله وجابت مركز ثامن. حلو قوي الواحد يسمع حاجات زي كده والله، الواحد يتعلم. السباحة من ضمن الألعاب اللي بيبقى فيها عدد كبير جدا من السباحين في العالم. يعني احنا السباحين اللعيبة في العالم 4400 اللي كانوا موجودين في الدورة. السباحة بس فيها حوالي 420 واحد. يعني نسبة كبيرة. فكوني انا كمصر اتحط على الخريطة ويبقى معروف ان مصر بقت بتجيب مراكز، انا بقول ان شاء الله لو ربنا اعطانا العمر 2024 ان شاء الله احنا هنحقق حاجه في السباحه. يا مسهل. عندنا تنس الطاوله. تنس الطاوله لاول مره نحقق مركز خامس. سيد وسامح. يعني احنا لاول مره، يمكن انا قلت لحضرتك في التليفون، فريق بنات مكفوفات لعبوا كره جرس. صحيح ما جابوش مركز لكن تواجدوا، تعرف عشان تتواجد في دورة بارالمبية طبعا مجرد الاحتكاك ده مفيد. يعني طبعا ما الناس تقول لك راحوا وما عملوش وراحوا ليه؟ يا جماعة وجود مصر على الخريطة، وجود ان مصر لعبت، ما هو ده برضك. بس هي حضرتك بتقولي ايه؟ بتقولي يعني دوليا يعني في مساحة ان احنا ناخد في الاعتبار ان المركز الرابع ده ممكن ما يبقاش في فرق يسخر بينه وبين والله التالي. ابدا. انت لكن شعبيا العبرة بعدد الميداليات. ما هو ده بقى الفكرة. يعني انت لما تبقى قاعد في البطولة وشايف البطل بتاعك خلاص، يعني خلاص ده هياخد ميداليه، وتفرق في كيلو مثلا او تفرق في وزن طبعا بيجي لك. عندنا نماذج جميله جدا، ويمكن معانا التليفون على ذكر قلب العالم بصراحه. على ذكر تنس الطاوله احنا معانا ظاهره كونيه، مش مجرد لاعب بارالمبي عالمي، بنتكلم على ظاهره ويعني حصل على كميات وافره من الاشاده الدوليه. ابراهيم حمدته لاعب تنس الطاوله البارالمبي المصري اللي مشرفنا. ابراهيم صباح الفل عليك. واحد كل عليك يا فندم، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. احنا طبعا مش قادر اقول لك احنا الى اي درجه متشرفين بالانجازات اللي انت بتعملها، وسعداء جدا جدا وفخورين بان انت قدرت تلفت انظار العالم كله. عايزين نعرف منك يعني ذكرياتك مع الدوره الاولمبيه الاخيره. والله قبل ذكرياتي طبعا يعني انا بصبح على افضل سيده في مصر، امنا واختنا وصاحبتنا الدكتوره حياه خطاب. لان الدكتوره حياه خطاب هي في الفتره اللي فاتت كانت السند لينا كلنا، مش لابراهيم بس، كانت السند وكانت فعلا ام فاضله لكل الابطال اللي موجودين في البارالمبيك. الدكتوره حياه خطاب يمكن احنا شهادتنا فيها مجروحه، ولكن هي فعلا يعني تستحق ان هي فعلا تكون تاج على راسنا من فوق، لان هي فعلا ربنا يخليك يا ابراهيم بفضل وصحبه الانجاز اللي احنا فيه كله. ربنا يديم عليكم المحبه والاحترام المتبادل. ربنا يديم ولادي كلهم طبعا. ذكرياتنا في البارالمبيك يمكن الدكتوره كانت مع شيرانا لحظه بلحظه، يمكن في ريو كان الواحد منبهر بالوضع، ولكن في
في طوكيو يمكن كانت في الدنيا يعني كانت المستلمة سهلة شوية. في حاجات تانية يمكن الواحد كان بيحاول على قد ما يقدر إن هو يوصل. لا الصوت مش واضح بتاعي يا كريم. ولا اللي في التليفون التلفزيون. كابتن ابراهيم، لان احنا للاسف سامعين حضرتك بصعوبه، واضح ان في دوشه حواليك والصوت مش واضح قوي، فهنحاول نعود الاتصال بيك مره ثانيه. اتفضل. هو الحقيقه انا عايز اقول برضك ان ابراهيم حمدته مظلوم. مظلوم في ايه؟ مفيش حد زيه في التصنيف بتاعه. بيلعب معاه التنس الطاوله، بتلعب يا وقوف يا على كرسي. طبعا حمدته بيتعب وهو واقف، فاللي بيلعب قصاده بيبقى الإعاقة بتاعته أخف كتير بكتير بكتير. تخيل واحد بيلعب ببقه، واحد بيلعب بإيده. طبعا صح. يعني لا، وبيلعب إيه؟ تنس طاولة. تنس طاولة يعني بإيده بيرمي السيرف برجله. طبعا. فهو إبراهيم حمدته لو اتحط في التصنيف المظبوط ده هيجيب يعني ذهب بدون تفكير. لكن هو إنما طبعا ده ملهم. ده حضرتك طبعا لما تشوف النائل كاميرات العالم كله طبعًا. هي متسلطه عليه لعيبه عالميه وكل ده قاعده رافعه العالم. اتكلمنا عن ده على فكره كذا مره في حلقات سابقه واستعرضنا صور وفيديوهات ليه. احنا رجعنا لنا مره ثانيه كابتن حمدته، معلش الصوت كان مش واضح قوي في الاول، بس ايه يعني نكمل كلامنا بقى مع حضرتك. كنت ابتديت تتكلم معانا عن اللي حصل معاك في بارالمبياد طوكيو 2021. اتفضل. بقول لحضرتك كان الموضوع بالنسبه لنا في الاول في المره الاولانيه كان يعني حاجه وهم، يعني ان حضرتك بتشارك في اكبر حدث رياضي في العالم، فدي كانت بالنسبه لنا كان يعني حاجه وهم، وخاصه بالنسبه لنا يعني انا لما ابقى لعيب تنس طاوله زي ما حضرتك وتفضلت مشكورا دلوقتي وقلت ان انا بلعب ببقي وابقى اللاعب الوحيد في العالم واتاهل لاكبر حدث رياضي في العالم، فدي كانت حاجه كانت بالنسبه لي كانت بالنسبه لنا يعني كانت مفاجاه جميله يعني ان انا اتاهل في اكبر حدث رياضي. الحاجه الثانيه ما كناش برضو ما كنتش مستوعب يعني ايه النهارده حدث بالحجم ده الا في طوكيو. يعني في طوكيو احنا كنا مستعدين كويس، معالي الوزير طبعا وفر لنا كل حاجه، لجنه البطل البرلمبي دكتوره حيات، اللجنه البرلمبيه المصريه، الاتحاد المصري لتنس الطاوله، كل ده كان بيوفر لنا كل الدعم وكل الرعايه وما قصروش معانا في حاجه، ولذلك احنا كنا بنتمنى ان احنا يعني نطلع على منصات التتويج نفرح المصريين كلهم ونفرح الناس دي ونقول لهم شكرا بالميداليه، ولكن يعني حضرتك عارف ان المنافسه بتبقى النهارده افضل 12 رياضي في العالم حضرتك بتنافس معاهم، فبالتالي يعني المنافسه كانت صعبه لان انا بلعب ببقي وهو بيلعب بايده. فهو لكن هو التصنيف يعني انا حطني في الفئه دي، ولكن كانت المنافسه قويه والحمد لله ان الواحد برضه كان بيحاول ان هو يطلع كل اللي جواه. و لا انت اللي جواك كده كده من شويه كابتن ابراهيم بشهاده العالم كله، واللي جواك ده ان شاء الله احنا ما عندناش ذره شك في انه هيرجع لنا بفايده وميداليات. والمره برضو قبل ما نقفل معاك المكالمه الحلوه دي نعرف منك استعداداتك بقى ان شاء الله لباريس 2024. والله ان شاء الله يعني هي اول حاجه ان شاء الله في بطوله الاردن 22 اكتوبر الشهر اللي جاي ان شاء الله، دي اول مشاركه دوليه تاني ليا بعد الاولمبياد، بعديها مصر الدوليه ان شاء الله في شهر 12 هنا في القاهره في الاسماعيليه ان شاء الله. في كام بطوله دوليه ان شاء الله هشارك فيها الفتره اللي جايه دي بحيث ان الواحد يفضل محافظ على مستواه. الحاجه الثانيه ان شاء الله يعني حضرتك عارف ان الدوله بتعمل مع الوزير بيعمل برنامج طويل المدى من بعد الاولمبياد للاولمبياد اللي بعديها، فيعني الناس مش مقصره معانا في حاجه، بالعكس يمكن احنا النهارده يمكن في ادهى عصور الرياضه المصريه مع معالي الوزير دكتور اشرف صبحي. عموما احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وانت يعني بسم الله ما شاء الله عليك يعني نموذج زي ما دكتوره حياه قالت من شويه من ضمن يعني اوصاف كتير وصفتها بيك او وصفتك بيها ملهم، فانت فعلا ملهم بالمعنى الحرفي للكلمه. تحياتنا ليك وتمنياتنا ليك بكل التوفيق في اللي جاي باذن الله. هو حمدته مرشح انه يكون كمان جايزه عاملاها اللجنه المنظمه اليابانيه الملهم الرياضي الباراليمبي. يا ريت يستحقها بصراحه. ان شاء الله احنا لسه ما جالناش النتيجه لغايه دلوقتي، بس ان شاء الله وهو طبعا يعني لو هيحصل عليها هيتبرع بيها لصندوق تحيا مصر. بس هو ياخد جزء ليه طبعا علشان بس 2024. هو الحقيقه يعني مدته محتاج ان كل يعني
يعني كلنا نبقى مراعين ليه طبعا. وطبعا هو يستاهل يعني. انا عايز اختم بقى لان الوقت للاسف خلص مع فكره التكريم. مفروض ان هم منتظرين تكريم من سياده الرئيس ان شاء الله كمان, كمان حسب ما حضرتك كنت بتبلغيني ان شاء الله. طبعا احنا طبعا قبل ما نختم انا لازم طبعا يعني ابتدي اشكر طبعا القياده السياسيه اهتمامها بهذا الملف تماما. لان طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم بالرياضه عموما وبالرياضه البارالمبيه. احنا لما بنرجع من اي بطوله دوليه بيكرم الابطال بتوعنا فهم مستنيين. طبعا كمان الحكومه ممثله في الدكتور اشرف صبحي اللي بيقدم لنا كل الدعم المادي والمعنوي. يمكن انا قلت لحضرتك في التليفون كل لاعب كان بياخد ميداليه او مركز كان الدكتور اشرف بيكلمه رغم فرق الوقت كان بيكلمه. واللي ما كانش بياخد مركز كان بيقول له, ما كانش بياخد ميداليه كان بيقول له انت خدت مركز وده طبعا يعتبر كويسه واحنا مستنيينك في 2024. فطبعا كل ده كان بيجيهم اكيد يعني. اعتقد هو لو كان يقدر يسافر معاهم كمان كان هو سافر يعني لو كان يقدر يسافر هو كان راح مرتين. وبعدين هو كان معانا في الفيديو كونفرنس بعدين ودعهم في المطار. طيب استقبلنا في المطار عملنا مؤتمر صحفي طلعنا من المطار عملوا لنا استقبال الشركه الرايه عملت لنا استقبال طبعا هايل بالموتوسيكلات ولغايه وصلنا لغايه المركز عملنا مؤتمر صحفي والوزير برضك كان معانا يعني يعتبر ما سبناش خالص. حلو جدا حلو جدا بالتوفيق ان شاء الله. واحنا كلنا بقى معاكم اكيد يعني ان شاء الله. احنا جمهور مصر كلها أكيد. عندنا بطوله رفع اثقال جورجيا مطلعين فيها بقى ناشئين يعني ان شاء الله لو خدنا ميداليات نكون موجودين معاكم ونوريكم بقى الناشئين بتوعنا اللي أيوة هم نورونا وتشرفونا وتفرحونا بانجازاتهم ان شاء الله. نورت الدنيا يا دكتوره حياتي. الف شكرا لكم. ربنا يخليكم. هنطلع فاصل لحضراتكم ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقرات الحواريه. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. وطبعا اهتمام كل الاهلاويه في كل مكان منصب حاليا حول فكره او مباراه كاس السوبر المصري يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله بين الاهلي وطلائع الجيش. اكيد مباراه في منتهى الاهميه وخصوصا ان هي طبعا جايه تكون اول مباراه بعد العوده من مده راحه قصيره الى حد ما ولكنها بعد موسم طويل وكان مليان بالبطولات الافريقيه والعالميه. هنتكلم في تفاصيل اكتر وكمان هنتكلم عن استعدادات النادي الاهلي للموسم القادم ان شاء الله مع كابتن فتحي نصير مدرب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر والمراقب بالاتحادين الافريقي والدولي. صباح الفل على حضرتك فندم. صباح الفل. نورنا. صباح الخير كريم. صباح الفل. اهلا بحضرتك كابتن. وكان احتفاليه كنا بنتكلم في الفاصل يعني قبل الهوا عن الاحتفاليه الجميله اللي يعني شهدناها كلنا وكان يوم يعني فعلا مشرف لكل اهلاوي حاجه تليق بالنادي الاهلي. صحيح يعني صحيح. ما قدمش غير كده وانتوا كمان كنتوا منورين الشاشه. ربنا يخلي يعني حضرتك. خليني بقى ابدا معاك. احنا نتكلم خلاص يعني لو تسمح لي نبدا في الجديد. احنا عندنا موسم جديد عندنا استعداد لي واضحة جدا وبداية ممكن ناخد فكرة الصفقات الجديدة فناخد من هنا كده اللي جاي إن شاء الله. أكيد اللي فات ده كان مش من أفضل المواسم لكن إحنا عندنا موسم جديد جاي إن شاء الله ما فيش بطولة واحدة حتى يعني إيه تروح من إيد الأهلي بإذن الله. بس كان ليه ظروف وبرضه هنرجع نتكلم هل في ظروف مستمرة معانا من الموسم اللي فات للي جاي وفي نفس الوقت إيه التغييرات اللي حضرتك شايفها لازم نركز عليها عشان نتكلم بقى بإذن الله ما فيش بطولة بره الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أولا بتقولي هل في ظروف مكملة معانا هي مش من نادي الأهلي. الظروف اللي مكمله من نظام المسابقات. صحيح. نظام مسابقه بمعنى ايه برضه عشان نوضح الضغط اللي كان موجود يعني النادي الاهلي نهى الموسم بدوره رمضانيه. انا بقول دوره رمضانيه. ايوه مش دوري. اللي اتلعب ده مش دوري. اتلعب دي الدوره الرمضانيه دايما في شهر رمضان. مكثفه دايما وماتشاتها ورا بعض. مكثفه وتنتهي في شهر رمضان. صحيح. فاحنا نهيناها في بالظبط اللي في ال 20 يوم اللي هم الدهره الرمضانيه عشان خلصنا قبل ليله القدر وبعدين بعد يومين من رمضان. فبالظبط مش ممكن كل يومين ماتش كل شيء يوم شيء غير مسبوق في العالم. لا 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 ما فيش شفناهاش بصراحه 48 ساعه لا لكن اربع ممكن 72 ساعه ممكن بتتعمل في بطولات كاس العالم تلعب سبع ماتشات استثنائي لو وضع تاني. لا بتلعب السبع مباريات بتلعبهم في شهر. سبع مباريات طبعا. كاس العالم بيبقى فيه ثلاث ايام في اربع ايام في خمس ايام لكن عمرها ما توصل ل 48 ساعه. والوضع ده مستمر كمان في اللي جاي. فانا اللي جاي حضرتك بتتكلم على ما احنا عاوزين نتكلم ليه.
الحاجة دي يعني غير انها بتثقل على اللاعبين، ان اللاعبين يبقوا اوفر لود ويبقى تحمل ويبقى فاقدين التركيز وفاقدين الاعداد النفسي والبدني، كل الكلام ده كله في نفس الوقت ما بنستفدش من المدربين. المدربين ال 18 اللي كانوا في الدوري العام في الموسم الماضي، خصوصا مدرب النادي الاهلي بيتس موسيماني والمدربين اللي بيلعبوا في افريقيا، بنقول ان هم ما عندهمش وقت يصلح اخطاء فريقه لانه بيلعب كل 48 ساعه. يعني لما بيلعب النهارده تاني يوم مفروض بيعمل استشفاء وان اللعيبه تلعب تاني تبقى جاهزه ويجهزوا مواد وكلام كده، واليوم التاني بعد المباراه يبدا يعد اللعيبه ويصلح اخطائهم. هنا لا، ده لازم يعد اللعيبه للماتش اللي بعديه. صح. فاذا شغل المدرب فين؟ فاحنا كده بنفقد دور المدرب في انه يصلح الاخطاء. مدرب بالملايين وبالالافات لكن ما بنستفدش منه. لا بس هو لا معلش مش هنتحمل عليه قوي كده. انا مش هو بتكلم عن مبدا يعني. كمبدا أنا لان موسيماني بصراحه بيعمل اللي يعني انا بقول لك هو اللي يقدر عليه فعلا. ما انت كده بتظلميه. صح. لانك اديله الوقت عشان يصلح الاخ. هو عارف ان في خطا، هو بيتكلم ده في المؤتمرات الصحفيه اصلا يعني. كل الناس تقول العيب ده والعيب، هو عارف وفاهم وكده، بس ما عندوش الوقت انه يصلح. ما عندوش الوقت انه ده يقول لك ده مريض. هو عارف انه مريض بس ما بياخدش دواء. بس هل هيتم تدارك هذا الامر ان شاء الله في الموسم اللي جاي بحيث ما نشهدش الضغط بقى اللي بتقول عليها؟ هل الاستمراريه النادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي بيعتمد على نظام المسابقات والراحات بين المباريات، انك تدي الحق عشان يقدر المدرب يشتغل بالزبط. يلاقي وقت يشتغل فيه، يصلح اخطاء، يحضر فرقته للمباريات القادمه، ثم ان اللعيبه نفسها ترجع تاني تبقى طبيعيه، مش انها اللي بيحصل ده كده. شيء صعب جدا فعلا كابتن فتحي، يعني ما شفناهوش برضو غير مسبوق. يعني احنا بنتكلم كده في فكره الضغط او ضغط المباريات واللي بالتالي بينتج ضغط على اللعيبه. الدوره الرمضانيه ده يعني ده نتمنى ان هو ما يكونش معانا في الموسم ان شاء الله الجديد. ولكن ايه تاني؟ يعني ايه تاني ممكن كابتن فتحي نعرفه من حضرتك ان احنا هنركز عليه او ربما عندنا الافضليه هذا الموسم عنه؟ هل الصفقات عندنا طبعاً مثلا في تدعيمات في بعض اللعيبه، في دم جديد طبعاً. في رئه جديده تقدمت للنادي الاهلي، اختيارات بهدوء، اختيارات بدون صخب، اختيارات بتركيز ومدروسه كويس في اماكن معينه، في لعيبه معينه، في سن معين، في مراكز داخل الملعب، كل الحاجات اللي هي ممكن تكمل المنظومه للنادي الاهلي الداخلي. حضرتك راضي كل الرضا عن الاسماء اللي تم التعاقد معاها في الفتره الاخيره؟ اكيد. مش بنتكلم طبعا على لعيبه الاهلي اللي جايين من الاعارات، انا بتكلم تحديدا عن الصفقات الجديده. دولت يعني تم اختيارهم بعنايه وتم اختيارهم بفكر صح، ومش عايز الناس برضو بالمناسبه ان لعيب مصاب. ما هو اللعيب النادي الاهلي ما خدوش مصاب، ده النادي الاهلي كشف عليه طب يوم ما كان بيوقع العقد اكيد وسليم 100% ولجنه طبيه والكلام ده كده. معنى ان تجيله اصابه قدريه، فدي اصابه قدريه لا بايده ولا بايدنا ولا بايد اي حد. صحيح. في مباراه منتخب، اذا مباراه رسميه، لوائح الاتحاد الدولي بتقول الفتره اللي هي دي الفيفا ديت ايام المباراه الاتحاد الدولي اللعيبه تلعب مع منتخباتها. أصيب مع المنتخب عادي، زي ما لعيب عندنا زي أكرم توفيق أصيب مع المنتخب، ما هو نفس الحكاية. هو أكرم توفيق احنا متعاقدين معاه؟ لا، أكرم توفيق لاعب عندنا. فالإصابات القدرية دي مش عايز بقى الناس تزود فيها وتقول اللاعب ده أصله مصاب. لا، مش مصاب، ارجع ورا شوية كده أسبوعين ثلاثة هنلاقي النادي الأهلي اللجنة الطبية تم وضع قبل ما يوقع وقبل ما اتفقنا على كل حاجه. طب الواقع نشوف الكشف. بس يعني كلام ما يتردش عليه حتى والله يا كابتن فتحي. يعني معقوله يعني تتكلم مع نادي محترف واداره محترفه وسيستم محترف جاي تقول لي انا جايب واحد مصاب؟ لا، يعني احنا بنوضح للساده المشاهدين، لان احنا في الساده المشاهدين احنا عندنا العامل البسيط وعندنا المتوسط وعندنا الرئيس وعندنا الوزير وعندنا درجات مختلفة والعقليات مختلفة. بس اللي كان مركز مش من الأهلي خالص، اللي كان مركز على النقطة دي مش حد أؤكد لحضرتك يعني من الأهلي خالص يعني. فيقدر يرد. صح.
صحيح. احنا بنديله الردود العلميه اللي هو يقدر يرد بيها فبنساعده، يعني بيستعين بصديق، فاحنا الصديق. مصطلح يعني دي تاني، ده تاني مصطلح النهارده في الفقره هيعجبني. دوره رمضانيه استعين بصديق. ايوه صحيح. لا بس كلام مظبوط والله، اتفق مع حضرتك يعني فيها. يعني بنتكلم من الواقع، صح، مش بنتكلم، لان دي خبرات تراكميه للواحد في 50 سنه كوره. 50 سنه كوره في النادي الاهلي، ماهيش يعني في مرمطه كوره انك تلف العالم، تروح البطولات كلها، تروحي سواء افريقيه سواء دوليه سواء اسيويه سواء عالميه سواء انديه، سواء تتعاملي مع لعيبه مختلفه، مع نظم مختلفه، مع الحاجات دي كده. بس من ضمن المستجدات اللي يعني اللي حصلت في الفتره الاخيره وبتهيألي ليها انعكاسات سلبيه اكتر بكتير من انعكاساتها الايجابيه، السوشيال ميديا خلت ناس كتير يعني حتى مش تنقد او تنتقد او حتى يعني ده في ناس بترزل بالبلدي كده بالاخر، يعني وهبه حياتها للرزاله وللا منطق. وعلى فكره الكلام ده الى حد كبير ما يتقالش عليه ان هو جديد قوي، حصل في وقت سابق برضو قبل كده مع النادي الاهلي، حتى في حاله التعاقد مع محمد بركات. قبل السوشيال ميديا بقى يا كريم، كان وقتها قبل السوشيال ميديا. بس لسه السوشيال ميديا، لا انا بكلمك ان عموما زادت قوي في الفتره الاخيره. كان زمان الى حد ما الامور مقدور عليها وكل فتره بعيده والثانيه تسمع تعليق غير منطقي، لكن مؤخرا لا بقى. يعني زمان مثلا ما حصلتش غير يمكن مع محمد بركات لو حضرتك تفتكر، وقال لك برضه شككوا في جدوى التعاقد معاه وان هو برضه مش قد كده، وهو في الاخر محمد بركات من احسن الصفقات اللي الاهلي عملها. الفراغ يعني القاتل للناس بيخليه هو يفكر في دي وبعدين يشوف مصلحته فين، ودايما المصالح بتتصالح. يعني ايه المصالح تتصالح؟ يعني انا شايف مصلحتي لما اكتب دي وهتشهر وكده يقوم اكتب حتى لو هي غلط. صحيح. مش مهم انا هتشهر بطريق صح او بطريق غلط، هم بقى ترند والسلام. لا وعي يعني بيكتب بس المخ ما بيشتغلش. طب احنا يعني ممكن نتطرق سريعا ليه هنا وضع موسيماني، لان انا لما اجي اتكلم عن موسم جديد لازم اتكلم عن يعني المدير الفني بتاعي واستعداداته كمان وتجهيزه للعيبه، مش بتكلم بس فنيا، لا نفسيا وغيره، عايز اشيل الضغط والكوارث اللي كانت موجوده في الموسم اللي فات وابتدي بقى فريش زي ما بيتقال. فنتكلم عن دور موسيماني في الفتره اللي جايه اللي في غايه الاهميه. اكيد هو الدور غير لعبتنا، مهاراتهم عاليه جدا، مهارات لعبتنا يعني مش هنقول نصلح مهارات كتير، يعني حتى بس مثلا دقه التسديد الكلام ده، لكن هو دوره النفسي والاعداده وانه هيئ اللعيبه بدوافع جديده لموسم جديد لبطولات جديده، على اساس كتر البطولات وكتر يعني ايه الهرم له قمه واحده، عمره ما يبقى له قمتين. انت في الدوري ايه الكلام الجميل ده، انا النهارده معجبه والله حضرتك جدا. دورر انا والله النهارده ماشي. عمره ما يبقى له قمتين. انت في النادي الاهلي مطلوب الهرم يبقى تلو بقى له ثلاث قمم. ليه؟ في فتره قليله. أيوة. لكن ممكن يطلع وينزل، ما احنا عندنا ثلاث اهرامات بثلاث ارتفاعات مختلفه. فاذا لو عندنا ثلاث بطولات بس في مسافه بينهم، يعني بين البطوله والبطوله، لكن انت مدخل بطوله في بطوله في بطوله، فانت المفروض اطلع يعني ايه الهرم القمه، يعني اللعيب وصل للقمه، اللياقه البدنيه الذهنيه الفنيه الخططيه عشان احقق النتائج اللي مطلوبه مني للنادي الاهلي ليا كلاعب، ان انا بادي في منظومه النادي الاهلي. فاذا اللعيب وصل للقمه هنا مطلوب، عشان يوصل للقمه الثانيه ايه؟ لازم ياخد راحه طبعا ويشم نفسه ويرجع تاني. انت لا، انت عايز كله في نفس واحد. مش ممكن انك تحافظي على هذا المستوى في نفس القمه بدوافع مختلفه، لان كذا بطوله. صحيح. انا مش بدافع عن النادي الاهلي، بس انا بقول العلم. احنا بنقر واقع. لا العلم مش كمان العلم هو اللي بيقول كده، مش انا. لا اجتهادي ولا اجتهاد كريم ولا هوان. لا مش اجتهادنا. ده العلم هو اللي بيقول هذا الكلام، ان من الصعب جدا على المدرب. فبنيجي لموسيماني عنده دوافع دلوقتي. قبل ما نوصل لموسيماني انا اسف جدا للمقاطعه، بس احنا لازم نطلع فاصل حتى فرصه لما نرجع نتكلم بقى يعني باستفاضه على النقطه دي. انا اسف للمقاطعه. لا فاصل ثم عوده. اتفضل. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، وضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة كابتن فتحي نصير، اللي قبل ما أقطعه مضطر عشان الفاصل كان بيتكلم عن هواند فيما يتعلق بيه فيتسو موسيماني.
وصلنا في الكلام عند النقطة دي. على النقطة دي إن هو من ضمن الحاجات هو دلوقتي بيحضر لمباراة أو لبطولة السوبر. ما بقولش مباراة، هي مباراة واحدة لكن في المعنى بطولة، لأن بتنتهي من ماتش واحد. طبعًا. بطولة هتنتهي من مباراة واحدة. يبقى هذه بطولة ومباراة، بس من خلال المباراة هتتحقق بطولة. صحيح. أو نعتبر نهائي بطولة. ماشي. الراجل لغاية دلوقتي ما يعرفش هيلعب بمين. هل باللعيبة القدامى بس ولا القدامى، ولا هيلعب بالجداد اللي صحيح. منضمين، ولا هيلعب بالمعارين اهو كانوا موجودين مشكلة عندنا. مشكلة كبيرة قوي يعني. موضوع يعني مش بيصعب الامور كده علينا. انا قلت في اول حاجة لما قلنا هل موسيماني النادي الاهلي هيقابلوا مشاكل الموسم الماضي، فقلنا بس لو في حاجة منتظمة. دي انا مفروض عندي مباراة ببعت رسالة للفرقتين اللي هي النادي الأهلي طرفي المباراة، المباراة يوم كذا، مش انتوا بعتوا للنادي الأهلي قلت المباراة يوم 21؟ اكتب بقى ما يبقى السطرين شروط المباراة الآتي. نمرة واحد بالزبط. الزمن 90 دقيقة، نطبق القانون الاتحاد الدولي. وقت التعادل هيبقى مثلا في ضربات ترجيح او هيبقى في وقت اضافي ثم ضربات ترجيح. ده مش ماتش عادي، ده بنتكلم في بطولة يعني. عشان كده الوان الفانيلات، مين البطل الدوري؟ الاهلي. فانيلاتك يبقى هتلعب بنفس لبسك. مين الثاني؟ طلائع الجيش. هتلعب بنفس اللبس كذا 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 والبديل بتاعك كذا. طيب المباراة هتكون كام؟ هتكون الساعة كذا. طيب مين اللي هيشيل حق المشاركة للعيبة دول؟ أيوة. مين؟ اللعيبة المسجلين سابقا، اللعيبة المسجلين والمعارين، اللعيبة المسجلين والمعارين والمسجلين جداد والمنضمين. يعني وافي لكل التفاصيل والملابسات المتعلقة بالمباراة دي. كل اللعيب الموقوف، اللعيب اللي عنده انذارات، اللعيب المصاب، اللعيب، كل الحاجات دي تكتب. ده انا اكتب المباراة، اكتب كمان المباراة هتقام يوم 21 الساعة 7 استاد برج العرب. في اليوم ده هيكون الطقس درجة الحرارة هتكون مثلا 20 درجة، هتكون 15، هتكون 17 اتجاه الريح. ان كل تفصيلة من دي ليها انعكاسات بقى وليها تحضيرات وترتيبات. ايوه، لان انت درجة الحرارة تفرق بقى معايا في ان انا لو حر جدا يبقى هقول للاعيبة، وبالتالي لما اقول درجة حرارة هقول ان في بريك تايم للووتر، انه هيشرب ووتر بريك او ما فيش. ايوه التفاصيل يعني اللي هي المهمة قبل اي مباراة اكيد. دي لستة طبعًا. كتالوج للمباراة، بحيث أنا لما أقراها ما أسألش سؤال. طبعا. بعد المباراة سيتم تكريم الفريق. احنا بعتين احنا كنادي أهلي أصلا كان معانا الخبر ده، بنسأل يعني وضع اللعيبة الجداد معانا، يا جماعة حد يقول لنا طب هنعمل ايه؟ مفروض مفروض يكون هو العكس مفروض الصحيح، بس أنا دلوقتي عايز أعرف الكلام اللي بقوله لحضرتك ده يكون جاي لي يقول لي إن أنت هتسلم بعد المباراة اللي هيكرموا 40 ميدالية، الجهاز الفني والإداري كذا واللاعبين كذا، اللي هينزل على الاستيج مثلا رئيس الاتحاد ورئيس النادي ده ورئيس النادي ده. يعني شرح وافي لكل تفاصيل. على ذكر الانذارات وعلى ذكر الطرد والنوع ده من الامور، هو لما يكون في لعيب تم التعاقد معاه مؤخرا وكان مطرود مثلا، ايه الوضع؟ بتتحسب بقى الطرده دي؟ بتتحسب مع فريقه الاولاني؟ لو كان موقوف يبقى هيتوقف، لازم يتوقف. طب لو كان والانذارات كذلك نفس بتتاخد في الاعتبار؟ لا الانذارات بتسقط. الانذارات الطرد لا. اما ده اللي انا قلته. يعني لو لعيب موقوف، احنا جايبين لعيب اجنبي واحنا عاملين حسابنا انه هيلعب معانا يجي لي واحد بعد الماتش يروح يحتاج يقولك ده هو اللي بقى ده لما كان بيلعب في تنزانيا في بطوله الدوري موقوف لانه واخد طرد او واخد كارت احمر. مين اللي هيقول لي الكلام ده؟ لازم تحكيم لي كل النظم دي. انا فتحت النقط دي مش اجتهاد، ده العلم او تنظيم المباراة، تنظيم البطولة لابد ان يكون بهذا الشكل. يبقى انا جبتها بنقول كاب داون، انك بتنزل خطوة 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 لغاية ما تقول للعيبة تبديلات كام لاعب، التسخين بتاع اللعيبة بتوعك هيلعبوا ورا الجول. ما هو ده هيتقال المفروض يعني، نتمنى قريب ان شاء الله. لا قريب ايه؟ كنت انا مدرب، ما انت بتقولي لي يبقى هو مظلوم ولا لا؟ صح. يبقى هو النهاردة الحد مفروض هيجرب لعيبته من يوم مباراه. طب امتى متوقع الرد يعني؟ انا حضرتك من يوم مباراه المقاولين اللي كانت يوم الخميس. كان مفروض يعرف مين اللي هيلعب ومين ما يلعبش. هو بيلعب مباراه، امال هو بيلعب مباراه وديه ليه؟ عشان يجرب
وديه تدريبيه. أيوة. بس هي وديه بس تدريبيه. ليه؟ أكيد. عشان والتجريبيه دي بيجرب اللعيبه بتاعته وتجرب طريقه اللعب بتاعته، يبقى جربها بقى على السكواد اللعيبه الاساسيين اللي عنده. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. معلش بس لا لا دي نقاط في غايه الاهميه اكيد. كابتن فتحي متفق مع حضرتك فيها، ونتمنى فعلا يكون في تعديل في هذا الموضوع، انه بيأثر في الاول وفي الاخر على الفرق، يعني ما تكلمش بس على النادي الاهلي، بيأثر على الفرق المختلفه. لا كويس، وقناه الاهلي انها بتدس هذا الموضوع، بتقول للناس، بتعرف الناس، تفهم الناس، والزملاء الاعلاميين برضو يعرفوا النقط اللي احنا بنتكلم فيها. نورتنا يا كابتن فتحي، للاسف الوقت خلاص بتاع الحلقه كلها انتهى، بس حضرتك نورتنا، شكرا ليك جدا على وجودك معانا. ونشوفك على خير قريب جدا باذن الرحمن. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا، وشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء، وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.